أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ده كأنه تزييل على قصة قارون. قارون كان متكبر وكان عاليا في الأرض، ولذا حجبه الله عن السعادة في الآخرة لأنه خالف هذا القانون، لأن الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقارون أراد علوا في الأرض وفسادا، فكأنها تزيل على القصة السابقة مع بيان حكم الله المستقر، وهي سنة الله في تعامله مع عباده، أن كل متكبر متعال في الأرض يريد فسادا لا يجعل الله له حظا في الآخرة. تلك الدار الآخرة، التاء هي أصلا إيه؟ الإشارة هي التاء، إشارة للمؤنث، وذا إشارة للمذكر، اللام إيه؟ للبعد، لبعد الإيه؟ المرتبة وعلو المرتبة، والكاف للخطاب. يعني شوف تلك دي كل حرف فيها ليه معنى. التاء إشارة للمؤنث، واللام للبعد، بعد المنزلة وعلو المنزلة، والكاف للمخاطب. تلك الدار الآخرة، الدار الآخرة اللي هي إيه؟ اللي هي الجنة، المقصود بها الجنة. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، والعلو في الأرض الكبر والشعور بالتعالي على الناس، ولا فسادا، والفساد هو كل ما يؤدي إلى معصية الله يسموه فساد. والعاقبة للمتقين، دي القاعدة بقى العامة التي مستقرة، العاقبة للمتقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولذا رسول الله يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر يؤدي إلى العلو والتعالي. يلا يا سيدي. من جاء بالحسنة، من تعود على مين؟ على كل مكلف عاقل، كل مكلف عاقل، والمكلف العاقل في الأكوان على حسب ما علمنا من الشرع الشريف هو الإنسان والجن والملائكة. الملائكة مكلفون معصومون عقلاء، لأنهم يفعلون ما يؤمرون، دل على أنه كأمر، والأمر هو التكليف، يبقى هم مكلفون، ولا يعصون الله يبقى معصومون، يبقى الملائكة معصومون مكلفون. طيب والإنس والجن معصومون مكلفون غير معصومين إلا الأنبياء والمرسلين، وعلى شكل الأنبياء والمرسلين ملائك، باطنهم كالملائك وظاهرهم بشر. يبقى من جاء، أي من كل مكلف عاقل، من جاء غير معصوم بقى، ومعصوم من إيه؟ من جنس الإنس حتى يدخل الأنبياء والمرسلين. من جاء بالحسنة، والحسنة اللي هي إيه؟ الطاعة. يبقى المقصود بالحسنة هنا الطاعة، كل طاعة لله حسن. من جاء بالحسنة فله خير منها، لأن الله يضاعف ثواب الطاعة. أقل تضعيف هو 10 درجات، أقل تضعيف، فله خير منها، أي من جاء بالحسنة أي بالطاعة في الدنيا فله خير منها أي في الآخرة. ومن جاء بالسيئة، كل معصية تسمى سيئة، فلا يجزى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ومن جاء بالسيئة أي بالمعصية في الدنيا فلا يجزى الذين
عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يعني ربنا لا يظلم أحد. اتفضل يا سيدي. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نعم، إن الذي فرض عليك القرآن، قالوا إن الآية دي الوحيدة في سورة القصص اللي نزلت أثناء الهجرة وليست مكية، كل سورة القصص مكية إلا الآية دي. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، نزلت في الجحفة على نبينا عندما وصل الجحفة اللي هي أبيار علي في طريقه للوصول للمدينة في هجرته، وكأن الله يطيب خاطر نبينا لأنه كان يحب مكة حبا شديدا، فقال إن الذي فرض عليك القرآن، يعني فرض عليك إبلاغ القرآن، لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى بلدك التي تحبها في معاد وهو فتح مكة. إن الذي فرض عليك، هذا الكلام موجه للنبي، ده التفسير ده على مقتضى سبب النزول، لكن الآية لها معنى عام صالح لكل زمان. كل من فرض الله عليه القرآن ليعمل به يرده إلى معاد، وهي إيه؟ الجنة التي كان فيها أبو آدم. مش أبونا آدم وإحنا كنا في صلبه كنا في الجنة؟ لو جينا في الدنيا عملنا بما أوجبه الله علينا من القرآن رجعنا لمعادنا تاني، رجعنا زي ما كنا، من حيث إيه؟ هجرناها نعود إليها، هجرنا منها مع أبينا آدم فنعود إليها مرة أخرى، يحتمل هذا المعنى. كل دي معاني واسعة في القرآن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم. قل ربي، اللام هنا ما تنطقش بيها خالص، إدغام كامل. قل ربي، كأن القاف راء على طول. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. والمدنيان والمكي والبصري والإيه؟ قل ربي أعلم. ربي أعلم بفتح الياء، من جاء بالهدى من عند من، ومن هو، من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. تفضل يا سيدي. وما كنت ترجو أن يلقى إليك. أنت ما نمتش ولا إيه؟ نمت كويس؟ مال مش باين على الأحبال الصوتية بتاعتك نايمة خالص. صحي الأحبال الصوتية بقى، الحنجرة، صوت واحد مرهق. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت، الكلام هنا موجه لمين؟ لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يلقى إليك الكتاب يعني تعطى الكتاب، يبقى الإلقاء بمعنى الإعطاء وبمعنى الإيتاء. ولقد آتيناك سبعا من المثاني وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والتلقي هو التلقين، التلقي فيه إيه؟ التلقين. وما كنت ترجو أن يلقى لي، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبوة عموما محض هبة وليس اكتساب، يعني ما فيش مثلا مدرسة كده تدخلها تتخرج منها تبقى نبي، مقرر معين تذاكره وتحفظه ما شاء الله تبقى نبي، ما فيش. في أعمال معينة تعملها كده تبقى نبي، ما فيش أعمال معينة. فالنبوة محض فضل من الله، لا يستطيع الإنسان أن يرجوها ويسعى إليها، لكن ده محض فضل من الله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يبقى إيه؟ النبوة من محض الفضل والرحمة، واخد بالك؟ فالنبوة غير مكتسبة،
مش كده برضو؟ فبيقول ايه؟ لا نبي ايه بمكتسبي، مش كده برضو؟ في تبارك البرد الله ما وحي بمكتسب تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على ولا غيب. نبي على غيب بمتهم. يبقى الوحي غير مكتسب، الوحي ده محض فضل من رحمة الله كده. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وجمال كلمة ربك دي جميلة قوي. ليه؟ لأن نسب النبي لربه، نسبة النبي لربه دليل إنه إيه؟ عدم وجود حجاب بينه وبين ربه، كمال العلاقة، واخد بالك؟ والتناول ربك، شوف إيه الجمال ده. يعني إنه يجعله كمان بضمير الوصل لكمال الصلة. فهمت إزاي؟ من ربك. فلا تكونن من ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافر يعني ناصرا، الظهير هو الناصر للكافرين، فلا تكن ناصرا ومعينا وعونا للكافرين، لأن ما نعمة الله عليك إيه تستوجب منك ألا تعين من كفر برب العالمين. اتفضل يا سيدي. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. طبعا ولا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا تكونن من المشركين، وإن كان النهي موجه للنبي إلا أنه غير مقصود، لأن النبي معصوم، كأنه من خلال النبي موجه لإيه؟ للمكلفين. من خلال النبي موجه للمكلفين. فإن الخطاب للنبي في الظاهر والنبي غير مراد. لا تكونن من الغافلين، لا تكونن من الكافرين، لا تكونن من المشركين، لا كل ده خطاب للنبي والنبي غير موجه. زي ما يقول له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك في سورة يونس، والنبي لم يشك. الكلام مش موجه للنبي، ده موجه للشاك اللي في قلبه شك. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. النبي هيروح يسأل الذين أوتوا الكتاب أنا نبي ولا لأ؟ النبي ما عارف، لو اجتمع الثقلين يقول أنت مش نبي، هو عارف. وعشان كده النبي يقول إيه؟ لا أشك ولا أسأل، كأنه بيقول الكلام ده مش موجه ليا. لا أشك ولا أسأل. يبقى في خطاب يكون في القرآن موجه للنبي والنبي غير مراد. واضح؟ زي مثل هذه الخطابات، زي يقول له ايه لا تكونن ظهيرا للايه للكافرين، ولا تكونن من المشركين، وهكذا. يبقى ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك، يعني ايه؟ ولا تجعلهم يمنعونك من ابلاغ كلام ربك بعد ان انزل اليك. وادعو الى ربك، وادعو الى ربك اي بالحكمه والموعظه الحسنه. ولا تكونن من المشركين، يعني يا من سمعت هذا الخطاب الموجه من النبي إليك لا تكن من المشركين، بل أسرع بالإجابة والإيمان والتخلي عن الشرك. تفضل يا سيدي. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نعم، برضو ولا تدعو مع الله إلها آخر، الكلام مش موجه للنبي، وإن كان في ظاهره موجه للنبي. ليه؟ لأن النبي خارج عن هذا، النبي لا يدعو مع الله إلها آخر حتى قبل البعثة، فما بالك بعد البعثة، لا يتصور. وبالتالي هنا خطاب للنبي من خلاله للأمة. طب وليه خاطب النبي في مثل هذه الخطابات؟ لبيان ايه؟ لبيان واسطة البلاغ، لانه هو واسطة البلاغ، لبيان انه هو واسطة البلاغ للناس، لان لولاه ولولا قلبه ولولا لسانه ما كان قرآنا. وبالتالي النبي هو واسطة البلاغ، فتوجه الخطاب اليه لبيان البرزخية المحمدية في البلاغ. كويس؟ والبرزخية هي الواسطة بين شيئين. وعشان كده يقول ايه؟ ولا تدع مع الله الها اخر، يعني ايها المكلف
لا إله إلا هو، الحقيقة الأزلية المعلومة، لا إله إلا هو، وهو من أسماء الله، يسموه اسم الهوية، الاسم الذاتي الدل على الذات. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجه. ما يقولش هلك أو يهلك، لا، الهالك يعني في الحال. كل شيء هالك إلا وجه التجلي، لولا وجه التجلي ما ظهر شيء. يبقى وجهه هنا هي وجه التجلي، فأينما تولوا فثم وجه الله. يجي لك بقى شوية الجماعة الحشوية والمجسمة لك ربنا لي وجه، اللي هي الغباوة المعهودة في عدم فهم اللغة العربية وعدم إدراك المراد. ده قال لك هالك، هالك يعني في الآن، احنا الآن هالكين. طب ايه اللي مخلينا لينا وجود؟ وجه التجلي الذي يجمدنا بالوجود، بأسباب الوجود. هذا وجه التجلي ده في الأكوان اللي هو ايه؟ الروحانية المحمدية. لأن لولا الروحانية المحمدية ما ظهر ظاهر، ولا ما ظهر موجود، ولا خرج معدوم للوجود. لي عين الله ناظرة إلينا، اللي قال عليها سيدنا أبو الحسن الشاذلي. عين الله اللي هي إيه؟ اللي هي الروحانية المحمدية التي تعينت بها الأشياء، لولاها ما تعين شيء. تعين شيء يعني صار خاضعا للعين، تراه. فهمت؟ أدي معناه تعين. وعلى شكله كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجه التجلي والإمداد الذي يخرجنا من العدم للوجود لنستمر موجودين. ولولا هذا الوجه اللي هو ربنا قال عليه فإنما تولوا فثم وجه الله، أي وجه التجلي الذي يمد هذه الأكوان لتكون، لكانت هالكة في حقيقتها. إذا فتشت عنها بغير هذا الوجه لا تجدها شيء، إذا فتشته لا تجده شيء. لدرجة أن حتى علماء الرياضيات قالوا ايه؟ قالوا ان كل شيء قابل للقسمة يبقى اقل شيء فيه زيرو، عدم. فهمت ازاي؟ يعني لما يبقى عندك متر قسمته بقى 50 سنتي، قسمتهم 25 سنتي، قسمتهم 12.5، تفضل تقسم المقسوم، تقسم المقسوم لحد ما توصل لحالة لا تجد شيء تقسمه أصلا، وصلت للزيرو للعدم. فكل شيء يقسم معناه وحدته العدم، زيرو. طب ازاي زيرو زائد زيرو زائد زيرو زائد زيرو يبقى موجود؟ العقل يحيل هذا، العقل يحيل هذا، صح ولا لا؟ طب امال اذا كنا احنا اصفار هلك ازاي موجودين؟ موجودين بايه؟ بالتجلي، بوجه التجلي. علشان كده يقول لك عشان تصح المعادلة لابد يبقى ايه؟ في ثابت، نحط ثابت كده غير معلوم جنب الاصفار دي عشان يبقى ليها وجود، يسموه كونستانت بلانك. بلانك ده كان عالم من علماء الرياضيات، ومات بالرغم من ذلك، مات كافرا، لكن هو اللي قال الكلام ده. قال ايه؟ بلانك، وده خد جايزة نوبل في الرياضيات في عصره، وكان عالم انجليزي مشهور. فقال ان اي شيء موجود اما كتلة او وزن او طول او زمن او مساحة قابل للايه؟ للقسمة. وطالما قابل القسمة يبقى اقله زيرو، فكيف يكون مجموعة اصفار لها وجود واحنا شايفين الوجود؟ لابد ان يكون هناك ثابت بجاري بهذه الاصفار يجعل لها وجود، سماه ايه؟ كونستانت بلانك، ثابت بلانك. مش معروف، احنا بقى عارفينه المسلمين. ثابت بلانك ده هو ايه؟ المدد الروحاني المحمدي للاكوان لتخرج من العدم، اللي هو وجه الله في الاكوان. وجه الله في الاكوان ايه؟ هو الرحمه، لان رحمتي سبقت غلبي فظهرت الاكوان. فكونستانت بلانك يا سيدي هي الروحانيه المحمديه، هي اللي خليتك لك وجود، لان لولا الرحمه ما ظهرت. كل شيء هالك، او بلانك بيقول كل شيء اصفار الا وجهه، الا الكونستانت الثابت
فلولا الثابت لضاع الهالك. فهمت بقى؟ علشان كده احنا فاهمين بالإيمان بالقرآن. هو ما فهمهاش، هو قال لابد يبقى فيه ثابت، شيء ثابت هو اللي يخلي الأصفار دي ليها وجود. ما قالوش الثابت ده قد ايه، ما يعرفوش، هو بس قال سمى كده كونستانت بلانك حتى تصح المعادلة، معادلة الوجود يعني. فهمت بقى ازاي؟ كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى لله الحكم وإليه ترجعون. أما يعقوب يراه وإليه ترجعون بفتح التاء، وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.